يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه. الحقيقه من ساعه ما نهاوند قالت في اول حلقه النهارده ان احنا عايزين حضراتكم تبعتوا لنا صوركم بتيشيرت النادي الاهلي مش قادر اقول لك، يعني مش قادر اقول لك الاقبال تاريخي واطفال زي القمر الحقيقه وشباب واهالي، فطبعا حاجه جميله جدا. خلينا نبدا كده يا كريم مع اول صوره معانا، وهو من فرج جمال. فرج جمال حاطط صور لابنه، هو عنده ولدين تقريبا دلوقتي. الصوره حمزه وحمد. ده حمزه وحمد، حمزه وحمد صورهم بالتيشيرت الجميله، شايف؟ الله، حاجه جميله جدا. خلينا نعرض كمان خالد احمد. انا عمري ما هقدر انسى اي ذكرى كانت معاه. أصيل أصيل يا خالد. أصيل أصيل يا خالد. طيب مين تاني؟ شيمو أهلوية بتقول صباح الجمال على أحلى أهلوية، وتقريبا دي صور أولادها، ربنا يبارك فيهم يا رب ويفرحها بيهم. كنت تبعت لنا بس صور أساميهم، بس صور جميلة جدا جدا, جداً. وميدو حكيم برضو حاطط صور أو صورة لابنه. يا رب يكون الاطفال بيشوفوا يعني دلوقتي صورهم وهي على الشاشه. بص بقى الصوره اللي جايه بقى، عمرو النصار بعت صور بيقول اصغر بنوته اهلاويه على طريقه مؤمن زكريا، ساجا عمرو النصار، ما شاء الله ربنا يبارك يا رب. حلو اسم ساجا، جميل. انا عاده بحب الاسامي الغريبه لان انا اسمي غريب، فما بصدق. حلو جدا، عايز اقول لك انا وانا صغيره كان عامل لي مشكله، بس انا بقيت احب الاسامي الغريبه لما كبرت. تامر عبد المنعم، صباح، ده صباح الجمال بعت لنا على الهاشتاج. وعلاء مصطفى ده برضو صور لاولاده. جنى علاء بيقول الاهلي حياتنا، ما شاء الله. بص الصور جميله، انا مبسوطه قوي قوي ان يعني الناس اكتريتهم اللي باعتين صور لاولادهم. صحيح. بجد الصور دي جميله جدا. في بقى هنا عمرو نصار، الاهلي ده عشق، هو بعت صورته بتيشيرت الاهلي. ومحمد صيام كمان بعت صور، ده في اسره كامله من الاهلاويه، حاجه جميله جدا ما شاء الله. ونادي قرن وصور معبره قد ايه يعني عن حب كل الناس للنادي الاهلي الحقيقه. وخالد احمد برضو صورته معانا اهي على الشاشه. وحسن اهلاوي بعت لنا صورته، هو بيبص في الصوره بصه نميسه كده بس منور الدنيا بتيشيرت أيوة النادي الاهلي. احنا طبعا ده غير التعليقات على فكره، يعني بنتكلم مع حضراتكم عن الصور، لكن في بقى يعني المئات من الناس اللي بعتها بتدحرج التماسي زي ما بيقولوا في صباح العسل. بص بقى من هولندا، يعني كمان اللي بيشارك مش من مصر بس يا جماعه، اللي بيشاركنا من العالم كله. معانا صوره من هولندا لطفلين، ده زين ورؤيا محمد، دول اللي بعتن لنا صوره الاهلي وتيشيرت الاهلي. حاجه جميله فعلا. الاهلي في القلب، اوبا، ده في بهارات يا جماعه، ده في بهارات، مش مجرد صور فوتوغرافيه عاديه، في بهارات فرديه وشغل عالي بيحصل اهو، ما شاء الله ربنا الله على الجمال. بصي ما شاء الله البيبي قمر ازاي بتتفتح. الصوره اللي فاتت دي معنى كده ان حتى جمهور الاهلي يعني بص بيبدا من سن طبعا. كام أهو. وحركه رمضان صبحي وشغل عالي بيحصل طبعا. احمد بركات بيصبح علينا بيقول صباح العسل على احلى برنامج، ومحمد ابو شعلان بيصبح علينا، عماد ابو الوفا، مصطفى عبد الرازق صباح الورد، منصور كمال بيقول صباح الورد. كوريا بيقول صباح الجمال، علي هلال صباح الورد والياسمين، مصطفى عادل احلى برنامج بعد البيت الكبير، السيد فضل اسعد الله صباحكم وبارك الله يومكم، طارق شويتا كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى، والله كلام جميل جدا. جميل. ومصطفى حبك صباحكم اهلاوي مليان بالخير والبركه، ربنا يسمع منك. حسن محمد حسن ثنائي رائع، وقت جميل معاهم كل صباح ومع اجمل وجه واجمل ابتسامه، بنشكرك يا استاذ حسن على ده اكيد عليك. لا والنبي لا والنبي. مين تاني؟ مؤمن ابو يزن، اجمل صباح صباحكم الاهلي كبير افريقيا. احمد يوسف، اجمل صباح على اجمل واحلى اثنين اهلاويه في الدنيا. محمد حرز، اجمل صباح على الاهلاويه الحلوين. وعبد الفتاح الجنايني، صباح الخير على اعظم نادي في الكون واحلى مذيعه في الكون، عشان يبقى الكلام واضح. تحياتي يا استاذ عبد الفتاح. أيوة. كلك ذوق والله. صبرا باشا، اجمل صباح على الاهلاويه، صباح الفل والورد والياسمين. احمد ثروت، صباح الخير على اجمل ثنائي في، احنا هنتحسد والله والله احنا اسلام الاهلاوي الله ينور عليكم. محمود عبد السلام، صباح الفل والورد والياسمين على احلى قناه. سليمان محمد احمد الدابودي، اجمل صباح عليكم وعلى كل الاهلاويه في كل مكان.
ومجدي سراج الدين خالص تحياتي للجميع. البرنامج جميل ومتنوع، ولكن عايزين زيادة الفقرة الرياضية لآخر أخبار النادي الأهلي، وخاصة مع عودة الدوري حاضر إن شاء الله. ده هيحصل، ده هيحصل. نتقل بس لسه. أيوة. لسه احنا لسه ما يعني ما مش كل الفقرات عرضناها، احنا بنحاول كل أسبوع كده إن احنا نزود فقرة أو اتنين، لكن احنا لسه عندنا حاجات كتيرة جدا بصراحة. زي ما كنا بنقول في الافتتاح بتاع القناة، احنا قاعدين بقالنا شهر وشوية بنحاول إن احنا نعمل إعداد قوي للبرنامج عشان نقدر إن احنا نتميز عن أي برنامج صباحي تاني، وده أملنا إن شاء الله عشان يليق مستوى حضراتكم. واحنا طبعا اكيد بنعتمد يعني من خلال تعليقات حضراتكم ورسائلكم لينا من خلال كل اشكال وسائل التواصل الاجتماعي. احلامكم اوامر، يعني ربنا بيقدرنا عليه ان احنا نحاول بقدر ما نستطيع ان احنا نسعد كل حضراتكم، ان احنا نسلي كل حضراتكم، ان احنا نخلي حضراتكم مواكبين لكل الاخبار وعارفين اللي بيحصل في داخل اروقه النادي الاهلي اولا باول.